حاجة مشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نوريكم ازاي ننبت نوى البلح، وخاصة إذا كان مثلا من نوع جميل كلتوه ونفسكم إيه ونفسكم تنبتوه وتزرعوه عندكم. طب هنعمل إيه؟ أول حاجة بنجيب إزازة بلاستيك، أو إحنا قبل كل حاجة أهو وهو منبت نوريكم. يعني ولو سبتوه تاني هينبت اكتر. دي اطول، دي الطويلة، بس مش بضرورة سيبوه، خلوها لحد ما تطول. ممكن على طول اول ما تنبت بسيط تحطه في الارض على طول، الارض الدايمة كمان. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب ازازة بلاستيك زي دي ونعمل لها ايدين كده من سلك كهرباء، من اي حاجة. تمام. بعد كده هو بعد ما ناكل بلح زغلول، بلح سكري، بلح اي نوع بلح يعجب، وانتوا كلتوه ونفسكوا تزرعوه، نفسكوا ايه، نفسكوا وتحطوا فيه النوى. كل ما تاكلوا نوى تروحوا حاطينها لحد ما ايه تملوها عندكم شويه، دول كفايه. تمام. هيتنقع لمده شهر، هتنقعوا البلح لمدة، نوى البلح ده هيتنقع لمدة شهر مية كل يوم أو كل أسبوع، حتى مش ضروري كل يوم، بنغير المية. طب واحنا عاملين ليه السلكة دي؟ عشان احنا هنحطه على خلاط بتاع المطبخ، بحيث ان كل أسبوع بروح عاملة كده أكب المية وأحط مية تانية نظيفة. هوريكم ازاي حطها على الخلاط، بحيث ان انا مسهاش عنه وميه تتبخر وايه ينشف تاني. لا انا عايزه جوه الميه لمده شهر في اي وقت من السنه، مفيش وقت معين. اول ما تاكلوا اي بلحه سكري، بلحه مثلا جاي من السعوديه ونفسكوا يبقى عندكم زيها، يبقى تاكلوه وتحطوا النوى في علبه بلاستيك وتملوها ميه وتنقعوه لمده شهر. بسم الله. هو احنا هو على الحوض بحطه هنا، حوض المطبخ طبعا بروح حاطاه هنا كده اهو، يبقى متعلق دايما قدامي اهو. كل شوية بملى مية، بملى مية شوية صغيرين كده وبروح كده. تمام. خلص الأسبوع مثلا بروح الفئة وبروح مصفية وبروح مرجعة تاني عندي، يبقى دايما قدام عيني عشان ما اسهش عنه، عشان ما ينشفش، ما يتنشف وكاني ما عملتش حاجه. دي اول حاجه في التنبيت، اول حاجه في تنبيت اي نوع من انواع نواه البلح. طيب نعمل ايه تاني؟ نرجع تاني كده. نرجع تاني بعد كده. هو بعد ما نخلص خالص، بعد ما نخلص خالص هنجيب واحدة تانية، أو هي هي مثلا، أو هي هي البيضة، ونخرمها 3 خروم بعد الشهر. هنخرمها 3 خروم بعد ما تتنقع شهر. بعد كده برضو بربطها بأي سلك وأحطها برضو على الحوض، على خلاط الحوض. تمام. كل شوية أرشها بقى، أرشها مية، المية الزيادة هتنزل هنا، كل شوية هرشها، هي تبقى دايما قدامي لحد ما الاقيها نبتت. برضه بتاخد تقريبا في حدود شهر عشان تبقى طالعة تاني منبتة كده. انا اوريكم ازاي نبتت. بسم الله. شوف التنبيت اهو، اتمنى تكونوا ايه شايفين. تمام. اهي اهي مجزرة كمان اهو. انا هسيبها لحين لما مثلا الاقي ارض دايمه مثلا، او في الحديقه في اي مكان اروح احطاهم على طول.
حطوه في شهر، ممكن في أي وقت النخل بيستحمل، بس أهم حاجة من كل في الشتاء كل أسبوع أسقيها، في الصيف كل 3 أيام أسقيها، تمام؟ مش بالضرورة أسيبها لحد ما تطول كده. أنا ممكن مثلا تكون النوى البلح أصلا بيجزر من ظهره، هتلاقي في نقطة لو بصيته ورا الظهر، ورا أي أهي من ظهر النوايا، هتلاقوا في حاجة زي نقطة كده، زي وخزة كده جوه في ظهر النوايا، هي دي اللي بتنبت أهي أهي. ده الوش بتاع النوى وده ظهرها، بتنبت منه وده تنبت وده الجذع أهو. ممكن كده تروح واخدته على طول تحطه في الأرض، من الجراش حاجة. ممكن لو منبت بسيط خالص برضه تحطه في الأرض، هو هيكمل مع نفسه، بس أهم حاجة يتسقي، أهم حاجة يتسقي. لو عندك أي سماد بسيط حطه، أي سماد في الأول، بعد كده لما يكبر إن شاء الله بتجيب له بقى سماد بلدي، بتجيب له أي نوع من الأسمدة، بوتاسيوم، أي حاجة تعجبه. تمام، أوريكم كمان. أما عايزة أوريكم لما هي طالعة في الأول خالص، مش عندي بصراحة كله دي في الأول. بص أهي سبحان الله، نبات النخل بيستحمل، النخل بيستحمل أي حاجة، يعني ما نقولش يعني إن هو مش هيستحمل، لا هيستحمل، وإن شاء الله تاكلوا منها بإذن الله. مش بيحتاج بقى زي المانجا، لو زرعنا مانجا بنفس الطريقة برضو، يعني ممكن المانجا بنفس الطريقة، وهتطلع وهيبقى ليها جذور كده، وهيبقى ليها النبتة دي، هتزرعوها برضو في الأرض دايما، بس دي في شهر مارس، يعني تسيبوها معاها عندكم في البيت لحد أول مارس. بعد كده بتحتاج بقى برضو تسقي نفس الطريقة، بس بتحتاج بعد سنة أو سنتين بتحتاج إنها تقطع، لكن النخل ما بيحتاجش من الطعام خالص، بتزرع وهو ان شاء الله مع نفسه. دي اكبر واحده فيهم، عامله جدا، عامله جدا. انا بوريكم اهي، عامله جدا بسم الله ما شاء الله، بيستحمل البروده، بيستحمل الحراره، بيستحمل كل حاجه. هرجعهم تاني مكانهم اهو. دي بقى يعني ده الجدر، ده ان شاء الله يكون جدر، ده الساق اللي هيطلع يجيب الورق، يعمل ورق. يبقى احنا ممكن نقدر نزرع من بذرة عجبتنا وكلناها، وقلنا الله نفسنا نزرع نفس النخلة دي، وان شاء الله تطلع نفس اللي انتوا كلتوها بإذن الله. في ناس كتير بيقولوا هتطلع ذكور، هتطلع اناث، دي حاجة بتاعت ربنا، وان شاء الله تقريبا 70% بيطلع اناث، 70% من البذرة بيطلع اناث. حلوة، نسبة حلوة مش وحشة. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لطريقة تنبيت المانجا او ال تاخد واحدة واحدة وتحطها طبعا تبقى عارف الورق منين، والجذر ازاي بتحطها كده في الأرض، تحفر يعني على عمق حاجة قد عمق كده كده، لا تقريبا يعني عمق أقل بقى، يعني عمق بحيث ان دي ما تتغطاش، دي تفضل جوه فوق، دي تبقى فوق التربة، والجذور ناحية الجذور تحت في الأرض، عشان اللي عايز يزرعها يروح يعرف الجزء اللي فوق المخدر في شوية ده. تمام، ولو نبتت بسيط بتحطها في الأرض كما هي، تحفر وتحطها، بس تسقيها كل شوية من غير ما يبقى ليها بقى، لما تكون لسه مبتدئة صغيرة خالص ممكن تحفر تحطها، وهي لوحديها هتشق طريقها من الأرض.
نحب ان نوريكم